واحد اثنين ثلاثة مرحبا. نعم سأبدأ. ممكن نعم. اسمي سوير تنن بالإنجليزي، ولكن اسم عربي هو إمرو إمتايس، وأدرس العربية لسنتين، وبدأت في سنة أول في جامعة وزن، وأتكلم الفرنسية أيضا. وأنت؟ أنا اسمي بول ويليامز بالإنجليزية، ولكن اسمي عربي هو ابن حزم، ومثل سوير أنا أدرس اللغة العربية منذ سنتين، وأنا أتكلم أيضا الفرنسي واللاتفي والإنجليزي الآن قليلا العربي، وأنا من باريس فرنسا. أنا من لوس أنجلوس. نعم. مرحبا، اسمي إنجليزية ديلان شاموي، وبالعربية اسمي أبو طيب المتنبي. مثل سوير وبول أدرس العربية منذ سنتين، أتكلم عربية وفرنسية قليلا وأيضا إنجليزية، وأنا من كورفاليس أوريغون. لماذا أردت أن تتعلم اللغة العربية؟ بدأت أن أدرس العربية لأنني أظن أن تكون العربية لغة مهمة في العالم، وأيضا أحب صوت اللغة، و تسليت عندما أدرس العربية. وأنت؟ أنا أردت أن أتعلم العربية لأنني أتكلم الفرنسية أيضا، وأردت أن أتعلم لغة أخرى من نصف أخرى العالم. نعم، عرفت لغة عربية صعب، وكنت جاهز لهذا المشكلة. هذا هي المشكلة. It's for the challenge. نعم. تقريبا. نعم. أنا أدرس اللغة العربية لأنني أتكلم اللغة الفرنسية واللاتفي، ولا أريد أن أتعلم اللغة الرومانسية، ولكن أنا أريد أن أدرس اللغة أخرى أكثر، و اللغة العربية كانت لغة ما شيء. شكراً.